من وصايا السلف للشباب ما رواه الفريابي رحمه الله قال: كان سفيان الثوري يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إن لم تصلوا اليوم فمتى تصلون؟ أسامة سفيان الثوري بعد يكم لزسالة كما لفتسمولي الفريابي أسامة عليك وسفيان أكي وقوكي فيجانا أكي وأوليسا إن لم تصلوا اليوم إكي وها متصلليني فمتى تصلون؟ لا كم من الشباب لا يصلون نيوانغابيكو نفيانا موها وصالي أنسوا بأن الموت لا يختار عمره ومسهاو يكم موتي هيتشقوي عمري ومسهاو يكم بجوزي نجانا ولكو نفيانا وانسيو أين هم الآن وكو بلاو وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري وانغابي ميونغوني ما فيجانا وليمك وكاو ونفراه ونتشاك ونتشيزا وانغابي من الشباب ماتوا وهم يلعبون كرة القدم ومكوف الهالي ونتشيزا مبيرا كم من الشباب وانغابي كتك فيجانا ماتوا وهم يقودون السيارات ومكوف ونينيش مقاري كم من الشباب وانغابي كتك فيجانا ماتوا وهم يرقصون بالليل ويسربون الخمور وسيكوا ولا تزنقوما ولا كنا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله متى أيها الشاب بقليل تقارق نيوما إلى متى تتوب إلى متى الأعمار محدودة والأيام محسوبة وأنت إلى ربك قادم عمري ونيسبيوة نمعدودة أنفاسك محسوبة نواء وصنقيكم ونزمه سبحانه وتعالى شبابي وبيتهابة لا يصلون ولا يبالون بمن يصلي ولا هوجالي وليون يقصالي موسيقى عالية مزيك مكوبة صوتي كوبا هوجالي يكون بحابة ونبيتها لمسكتيني أو مفانو يا مسكتي كما هي فيجانا اكشفك سيكما ليو يحمسون بعضهم بعضا ونهمسشانا نكوبيجيانا مسينو مسيمو كوانا كاتك السهام وامازو زلغون ولها أيها الشاب أسيغريك أنا عمري واكو محاسن تي في باتا كوجوا ويما وهو إسلام.